محطة مهمة عم نحكي فيها اليوم عن إعادة التدوير، اللي هي ثقافة موجودة بكل العالم، بتبدأ من فكرة مبدعة وبتتحول لأشياء، بتحول أشياء قديمة لأفكار جديدة بتحمل الفائدة. الكنز الأخضر هو مشروع ريادي توعوي تنموي يهدف إلى الحد من هدر وتراكم كميات كبيرة من النفايات عبر إعادة تدويرها والاستفادة منها. كيف تحقق هالهدف؟ طبعا هذا الجواب رح يكون مع ضيوفنا لليوم بصباحنا، غير حلا حفار ومؤمن حللي، مؤسسين مشروع الكنز الاخضر. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم على شاشه الاخباريه السوريه. بالبدايه خلينا نحكي عن مشروعكم، ايمت بلش؟ كيف اجت الفكره؟ هلا بسنه 2018 اجتمعت انا ومؤمن وبلشنا نفكر انه نحن نقدم شيء للبيئه، نعمل مشروع للبيئه. فبلشنا نفكر شو اكثر حاجه مجتمعيه واكثر قضيه بيئيه نحن بحاجه نشتغل عليها. فلاحظنا انه مشكله تراكم وهدر النفايات هي مشكله كثير موجوده عنا. دائما النفايات بتنحرق بشكل عشوائي، في رمي عشوائي للنفايات، بالاضافه انه النفايات ما عم يتم الاستفاده منها، رغم انه النفايات هي مورد مادي بيقدم دخل وحتى ممكن يساهم بدعم الاقتصاد الوطني. صحيح، في كثير من البلدان. اكيد يعني مؤمن، الفكره بحد ذاتها اليوم هي فكره عالميه، طبقت بكثير تجارب عالميه، حتى دول عملتها يعني بشكل منظم اكثر، اللي هو اعاده تدوير النفايات اليوم والعمل عليها. خلينا نحكي اكثر عن كيف وضعتوا برنامج، شو المواد اللي انتم كمشروع بتقدروا او قدرتوا تشتغلوا عليه لتوصلوا لهذا الهدف. تمام. هلا نحن حتى نقدر نحد من هدر كميات كبيره من النفايات، اتبعنا مبدا اعاده التدوير. اعاده التدوير في له ثلاث اقسام، اما من تقليل انتاج النفايات او اعاده استخدام او اعاده تدويرها. من تقليل انتاج النفايات انه نحن عوض ما نستخدم المواد البلاستيكيه نحاول نستبدلها بالزجاج. مواد صديقه للبيئه. تمام، يعني صديقه للبيئه. مبدا اعاده استخدام انه المنتجات اللي عم بعد ما نخلص من استخدامها نعيد استخدامها بمجالات ثانيه، مثلا تنكه السمنه او الزيت مستخدمه بالمجال الثاني مثلا الزراعه او هاي. المبدا الاخير اللي هو اعاده التدوير له قسمين، قسم صناعي وقسم اي واحد بيقدر يشتغله، انه نحول المبدا من النفايات لما عم تخلص من عندنا نحولها لتحفه فنيه مثل اللي رح نحكي فيها شو انتفع. تمام، او منعيد تدويرها لتصنع منتجات اخرى. هي كفكره للمشروع. البرنامج المتبع انه عم ننشر ثقافه فرز النفايات من المنشا سواء صناعي او منزلي، وننشر ثقافه اعاده التدوير بالجمعيات، منظمات، مدارس. يمكن معنا كمان بعض هيك التحف الصغيرة الجميلة من خلال إعادة تدوير بعض الأشياء بدل ما نكبها، وكمان نكون فيها لوحة فنية صغيرة. خلينا نحكي بعض الأشياء اللي جايبينها اليوم. هلا هي مثل ما مبين علبة دواء، إذا شو عاملين فيها؟ تمام. هلا علبة الدواء هون لوناها بطريقة نحن نقدر نعيد استخدامها بشيء ثاني، ممكن نحط فيها وردة، ممكن نحط فيها أي شيء تزييني. هي بالنسبة لهي القطعة. ممكن الصحن اللي جنبكم كمان نحكي عليه. هلا هذا الصحن هو مكسور. تمام. يمكن الثقافه الصينيه كانت بتقول انه الشيء المكسور لما بترجع مره ثانيه بتلملمه ممكن يرجع اقوى وبشكل ثاني. فانتوا عملتوا هذا الشيء مع اغلب، شايفه اغلب الصحون فيني اقول او الشغلات المكسوره. تماماً. تمام. فالصحن هون عندنا استخدامه بمواد لاصقة مع ألوان مخصصة للزجاج ومادة عازلة ليتم إعادة استخدام الصحن بطريقة تانية، بدل ما أنه نحن أنه نرميه نخليه لوحة يمكن فنية بالبيت. يعني حتى مثلاً القصص، يعني القطع المكسورة عملتوا فيها تفاصيل فنية بحيث كمان ما تبين. تماماً. من خلال الألوان كمان خلينا نشوف الشيء اللي هلأ في هاي القطعة كمان. سي دي قديم ورول محارم مع قماش الخيش، اللي هو قماش يعني هو نوعيه صديقه للبيئه كمان الخيش، فتم استخدامهم وتزيينهم. فينا نستعمله لاي شيء نحن بدنا اياه، فينا نحط فيه لام، فينا نحط اي شيء فيه. طيب خلينا نحكي عن الجانب التوعوي بعملكم. في جانب ايضا توعوي من خلال مشاريعكم اللي عم تقوموا فيها، خلينا نحكي عن هيدا الجانب وقديش مهم اليوم توعيه الناس بهدول القصص، تدوير الاشياء مع ظل الظروف الحياتيه الاقتصاديه الصعبه، بنفس الوقت انا ما ضر البيئه واستفاد من هي المواد. تمام.
هلا نحن مشروعنا في له قسمين، قسم لتطبيق نظام فرز النفايات اللي هو حاليا مطبق بمنطقه شرق التجاره، فنحن توجهنا لسكان الابنيه بمنطقه شرق التجاره، شرحنا لهم كيف اليه فرز النفايات، انه البلاستيك لحال، الالمنيوم لحال، كيف يفرزوا، وبعدين نحن بنجمعهم وبنوديهم للمعامل المختصه باعاده التدوير. القسم الثاني من التوعيه هو نحن عم نتوجه فيه للاطفال اكثر شيء، مثلا توجهنا لمدرسه ابو العلاء المعري كمان بمنطقه شرق التجاره لحتى نبني وعي كامل عند الاسره والأطفال بفرز النفايات وإعادة التدوير، بالإضافة كمان أنه نتوجه للجمعيات، للمعاهد، للمدارس لحتى نعلم الأطفال كيف يعيدوا استخدام الأشياء ويعملوا لها إعادة تدوير. يعني اليوم مؤمن ثقافة، خليني أقول إعادة التدوير، ثقافة الاهتمام بالبيئة بحد ذاتها هي ثقافة كتير مهمة، وأنتم عم تشتغلوا كجزء على لنشر هاي الثقافة. خلينا نحكي قدي اليوم صار ممكن فعلا عم تشوفوا هاي الحالة، حالة إعادة التدوير صارت موجودة بكتير من الأماكن. تمام. هلا نحن كشعب سوري وكشباب عندنا ثقافة الحفاظ على البيئة وشلون نحاول نحافظ عليها بكافة مجالاتها، بس لا، المشكلة الأساسية اللي نحن عانيناها بوقت تطبيق نظام الفرز إنه ثقافة البدء بالذات ما أنا منتشرة كتير. مثلا إنه مثلا لما جينا نطبق نحن مشروع الفرز بمنطقة شرق التجارة كتير بيوت وكتير سكان قالونا أنا مستعد شارك وطبق نظام فرز ببيتي، بس جاري ما لح تطبق، ما نتيجة ما لح تنجح. هاي النتيجة كتير لاحظناها، بحاجة لتحفيز يمكن. تماما. تبعنا أساليب تانية إنه تحفيزية حتى هن كل البيت يبدأ بذاته، وفعلا لقينا نتيجة تحسن سكان التجارة إنه هن كانوا البنايات كتير ملتزمة معنا بتطبيق نظام الفرز، بالتعاون طبعا مع مديرية البيئة ولجان الأبنية والنواطير الأبنية لقدرنا نحقق نجاح لتطبيق نظام فرز النفايات منطقة شرق التجارة. الفكرة الأهم إنه نحكيها، الخطوة الأساسية إنه أي حتى نقدر نتوسع منطقة دمشق وأكثر، إنه كل واحد يقدر يبلش بفرز النفايات من حاله من ذاته، قادر يعمل عدوى إيجابية للحواليه، إنه هي مثل عدوى، إنه واحد يبلش وحواليه بيعتدوا. أكيد. وهذا اللي بيسألك عنه، إنه لما أنتوا بلشتوا بي عم نحكي منطقة واحدة في دمشق، قديش مهم تتوسعوا بهذا الإطار نشر حالة الوعي وتكون ثقافة إعادة التدوير موجودة ببيوت كل الناس من خلال فعلا العودة للأطفال. يعني أنتوا بلشتوا مع المدارس، بس عم نحكي عن منطقة، مشروعكم قادم هو الاستمرار بالمناطق الأخرى، يعني حاطين ضمن جدول عملكم لهالسنة. هلا نحن ببالنا انه بلشنا نحضر ونقوم بدراسه المشروع اكثر لحتى نتوسع لمناطق ثانيه بدمشق. نحن الفئات اللي بنشتغل معها هي اي جهه، سواء شركه خاصه، سواء مطعم، فندق، مدرسه، جامعه، ممكن اي حدا بيقدر يفرز النفايات، اي حدا حابب يفرز النفايات فنحن فينا نتوجه له ونقوم بجمع النفايات واعاده تدويرها. بالاضافه انه التوعيه شيء اساسي خصوصا للاطفال لنعلمهم انه يفهموا اكثر شو هي اعاده التدوير. يعني هي فكرة مهمة جدا اليوم ومبدأ ضروري يكون مطبق ببيوتنا وحتى بأماكن عملنا. سريعا وقبل ما نختم معنا دقيقة من الوقت، كلمة بتحبوا توجهوها اليوم لكل الناس اللي عم بيتابعونا وعم يشوفوا معنا مشروع الكنز الأخضر. تمام. هلا نحن ما كنا بلشنا بالمشروع لولا دعم من مديرية البيئة ومحافظة دمشق، حتى نحن اعطونا التسهيلات القانونية حتى نطبق، وكمان المعهد الاوروبي اللي هو امننا التمويل والتدريب الكافي نحن نقدر نبلش كشباب على مشروع ريادي على ارض الواقع. الكلمة للسكان لهن يفرزوا انه اذا كل واحد ببلش من حاله ويطبق نظام الفرز نحن قادرين نوصل له. عم نعمل هلا دراسة كاملة نقدر نوصل لاي شخص حابب يطبق نظام الفرز ونحن نستلم هاي النفايات المفروزة منه. نعم. نتشكركم اكيد بالختام على وجودكم معنا، بتمنى مشروعكم الكنز الاخضر يستمر ويشمل جميع المحافظات السوريه. شكرا كثير لكم. شكرا. شكرا لكم مؤمن وحلا، شكرا لوجودكم.